صحيح، مساء الخير يا كابتن عباس. كابتن احمد مساء الخير، ازي حضرتك؟ والحمد لله على السلامه. خليك الله يسلمك. يعني انت كنت مع الكابتن من اول ما اجرى العمليه. الحمد لله. هسيبك بقى تحكي للناس وتطمنهم، اتفضل يا كابتن عباس. الحمد لله، يعني العمليه كانت ما كانتش سهل، لكن الحمد لله بدعائك ودعاء الجماهير، دعاء الملايين حبيب الملايين، والحمد لله العمليه ناجحه وكويسه، والكابتن الحمد لله تشافى يعني وخرج من المستشفى ويعود لمصر ان شاء الله في خلال اسبوعين باذن الله. طيب يعني قول لي اليوم الاولاني، اليوم الثاني قاعد قد ايه في غرفه العنايه المركزه؟ والله اليوم اللي انا وصلت لالمانيا يوم العمليه بالظبط، اللي هو كان يوم مباراه الاهلي والمصري. نعم. وكان الكابتن خطيب في الانتنسيف كير يعني في غرفه الاس، وبعدين لما انا نزلت اوضته اللي كان المفروض ينزل فيها فشفت المباراه. فكلمت الدكتوره مرات الكابتن خطيب وقلت لها مش عايزين نكلم الكابتن محمود ونعرفه ايه اللي حصل. فلما فاق شويه كده قال لي احنا مش كان عندنا، مش كنا بنلعب النهارده، ايه اللي حصل؟ فقلت له المباراه اتاجلت. كويس. قال لي ليه، هم اتخانقوا؟ قلت له لا، حصل مشكله وسيره كده في جامعه الدول العربيه، فالكوره كلها اتاجلت. وشلنا الايرور بتاع التلفزيون، لما الدكتور بيقول لك ما تتفرجش على التلفزيون ثاني يوم يعني. فخبينا الموضوع ده يومين عليه. وبعدين احنا خرجنا بره كده يعني نقضي حاجه كده، فالدكتور الالماني قال له وات ديزاستر ان ايجيبت. قال له فالكابتن محمود مش فاخد باله، قال له يعني ايه ديزاستر؟ فالدكتور الالماني حكى له. الدكتور الالماني اللي حكى له. فاحنا زعلنا جدا طبعا، ولما عرف قال لي طب انت ليه خبيته عليا؟ قلنا له انت مش المفروض تعرف يعني، وانت فتأثر جدا جدا يعني، وما احنا ما كناش عايزين نعرفه لكن عارف. بس فكان متأثر جدا جدا يعني هو. طيب يعني قعد قد ايه في غرفة الإنعاش يا فندم أو الرعاية المركزة؟ قعد يومين. يومين، وبعد كده اتنقل إلى غرفة. اتنقل لغرفته والحمد لله خرج من المستشفى يعني. وهيرجع بإذن الله في خلال يومين كده يفك السلك. يقعد في المانيا كمان اسبوع عشان ضغط الطياره والعمليه وكده. ويرجع معاف باذن الله ان شاء الله. طب انا شايف صوره ليه حواليه مجموعه من المصريين، دول مصريين مقيمين هناك او عرب مقيمين هناك؟ احنا كنا بنبني عنه زياره كتير جدا، لان كل يعني الناس بتجيله بس مش من هانوفر المكان المستشفى. كانت ناس بتيجي عايزه تيجي ظروف من كل مكان. من هامبورج وفرانكفورت رغم بعد المسافه يعني. نعم. فكان رغم يعني ظروفه ان هو يعني لسه بتعافى من العمليه، الا كان بيرحب بيهم ويقعد معاهم ويكلمهم ويسلم عليهم ويشاور لهم بايديهم يعني. ما كان حتى كانوا ممنوع يتكلم في التليفون، ممنوع. طيب يعني تحليل الورم الحمد لله اثبت انه حميد من فضل الله؟ لا الحمد لله كله كويس بفضل ربنا يعني، كله الحمد لله كويس. ما فيش اي يعني الحمد لله تحاليل ثانيه ولا اشعاعات ثانيه ولا عمليات جراحيه ثانيه؟ هل هتردد على المانيا بعد كده يا كابتن ولا ما فيش؟ اتعشم لا ان شاء الله كل حاجه تكون اخر مره، وان شاء الله يعني اروح المانيا بروح عشان يتفسح ويتفرج على الرياضه، لكن مش العمليات ولا حاجه ثانيه. لكنه بقاؤه الان في المانيا فقط عشان ضغط الطياره، عشان يعني ما يبقاش فيه اي نوع من انواع الملابسات خوفا بس عليه يعني. بالظبط. طب هل هيعود الى مصر ممارسه حياته الطبيعيه بشكل كامل ولا برضه هياخد فتره طويله؟ ان شاء الله. لا باذن الله ان شاء الله ممارسه حياته الطبيعيه عاديه جدا. الدكاتره طمنوكم بنسبه 100% يا كابتن عباس؟ الحمد لله. طب معنوياته بعد ما تخطى يعني قصه ازمه مباراه المصري والاهلي، معنوياته بدات تبقى احسن شويه؟ هل في والله يعني حتى انا لحد ما سبته يعني كان يعني دايما قاعد كل ما يفتكر يقول انا مش مصدق اللي بيحصل، مش مصدق اللي بيحصل يعني. لكنه الحمد لله حالته الصحية طيبة، حالته المعنوية طيبة الحمد لله يعني. الحمد لله. الحمد لله. كابتن عباس قعود أشكرك، وحمد لله على سلامة الكابتن محمود الخطيب. أشكرك شكرا جزيلا. كابتن عباس ده كان بطل العالم في الاسكواش، وهو اسم كبير جدا وصديق مقرب من الكابتن محمود الخطيب، وسافر خصيصا عشان يكون معاه في هذا الوقت الحرج الحقيقة بجوار السيدة الفاضلة حرمه بيبو. ألف مليون حمد لله على السلامة. حاجة تخلينا نضحك في هذا الوقت الصعب، أو حاجة تخليها على الأقل